والزميل مينا بشرى. مساء الخير يا مينا، كلمنا أكتر عن أداء المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات. نعم رغدة، بالنسبة لأداء البورصة المصرية خلال بداية تعاملات هذا الأسبوع، استمرار الأداء السلبي للمؤشرات. تابعنا خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي أن المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 كسر مستوى جديد من الدعم وهو مستوى 11000 نقطة واستقر دون هذا المستوى، واليوم مؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات الصباحية حاولت مرة أخرى العودة مجددا إلى المنطقة الخضراء، ولكن بمرور الوقت حصل تقليص للمكاسب الصباحية والتحول مرة أخرى إلى التراجع الجماعي والقوي لجميع المؤشرات. تراجع جميع مؤشرات البورصة المصرية اليوم كان نتيجة للضغوط البيعية اللي تمت من قبل المتعاملين العرب والأجانب والأفراد، يضاف إلى ذلك أيضا الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية. تعالوا مع بعض في البداية نتابع أداء مؤشرات البورصة المصرية من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول. هنلاقي في البداية أن المؤشر إي جي إكس 30 سجل 10802 نقطة عند الإغلاق، وده كان بمستوى تراجع بحوالي 1.6%. أما بالنسبة للمؤشر الثاني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، مؤشر إي جي إكس 70 تراجع بنسبة 2.25%، علشان يسجل مستوى 2032 نقطة. أما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقا، مؤشر إي جي إكس 100 تراجع بنسبة 2.22%، ليسجل مستوى 2980 نقطة. بالنسبة لفئات واتجاهات المتعاملين، نسبة استحواذ المصريين اليوم سجلت 63% في مقابل 2% للعرب و35% للأجانب. أما بالنسبة لأداء المؤسسات والأفراد، فنسبة استحواذ المؤسسات وصلت إلى 82% في مقابل 18% للأفراد. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات وأنشطها اليوم من حيث قيم وأحجام التداول، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع العقارات، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية، في المرتبة الثالثة قطاع رعاية صحية وأدوية، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية، وفي المرتبة الخامسة قطاع اتصالات وإعلام. دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بالأداء العام لمؤشرات البورصة المصرية اليوم، ولكن نظرة تحليلية على أداء المؤشرات وأسباب هذا التراجع بينضم معنا للهواء مباشرة الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، بداية مرحب بحضرتك معنا. يعني جلسة اليوم ربما تكون امتداد لجلسة يوم الخميس الماضي، أسباب استمرار هذا الأداء السلبي للمؤشرات وأسباب عدم قدرة المؤشرات على الاستمرار في الارتفاع الصباحي خلال جلسة اليوم. مساء الخير يا مينا. طبعا من الواضح جدا ان في يعني عزوف من المتعاملين العرب والاجانب عن تكوين مراكز شرائيه جيده في الاسهم القياديه، فده اللي ادى الى انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصه واستمرار انخفاضاته حتى كسر منطقه دعوم هامه جدا كان ممكن يلف ويرتفع من خلالها. وده بيرجع لحاجه مهمه، اهتمام المتعاملين العرب بالتداول في بورصتهم بسبب الارتفاعات القياسيه بتحققها، وكمان سندات الخزانة الأمريكية اللي بتدي عوائد مرتفعة، دي خلت المتعاملين الأجانب يهتموا أكتر بالتداول في يعني في أمريكا وفي أدوات الدين المصرية المتواجدة في مصر، إنها سعر الفايدة بتاعتها عالية حتى مع تثبيت أسعار الفايدة، وتعتبر مصر من الدول بتدي سعر فايدة عالي في المنطقة مش يعني بوجه عام، وده اللي بيجذب إليها المتعاملين الأجانب، وخصوصا يوم الأحد بيبقى الاهتمام الأكبر من قبل المتعاملين الأجانب بسندات وإذون الخزانة اللي بالدولار الأمريكي اللي بتصدرها الدولة كل يوم أحد تقريبا. طيب يعني مع انتظار وترقب خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتائج الأعمال المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، هل ده ممكن يكون ليه أي انعكاس على تحول أداء المتعاملين خلال الفترة المقبلة؟ والله ممكن يحول الدفع من المبيعات المكثفة إلى تكوين مراكز شرائية، ولكن عندنا مشكلة رهيبة إن كل ما بيبقى فيه نقاط منخفضة جدا وأسعار متدنية، فأي تكوين مراكز شرائية فيها بهذه الأسعار بيبقى التارجت عند المتعامل هو مكاسب ضئيلة جدا، ما بيبقاش فيه المستثمر طويل الأجل، لأن حتى معظم الشركات ما بتوزعش أرباح، حتى إن قانون البنوك أصر إن في هذه العام ما فيش توزيعات الأرباح، فده اللي بيؤدي إن المتعامل أغلب الأوقات هو متاجر وليس مستثمر، وده اللي بيؤدي إن المؤشرات ما بترتفعش بالطريقة القياسية المطلوبة، وحتى لو حصل أي ارتفاع في أي أسهم متواجدة في أي مؤشر بنلاقي إن يعني يعوضها بيع مكثف، وبيكون حتى المؤسسات بيكون سلوكها مقارب جدا لسلوك الافراد. وعايزه برضو اقول لحضرتك على حاجه، في شهر مارس عاده هو ده الاداء السلبي المتواجد في كل عام، يعني لو احنا رجعنا برضو السنه اللي فاتت كان في برضو المؤسسات لازم بتعمل مراكز بيعيه في هذه الفتره، حتى كان في ذروه كورونا
ولازم يحتفظوا بنوع من السيوله عشان استرداد وثائق الاستثمار اللي بتبقى في نهايه الفتره. طيب لو احنا تابعنا يعني رقم مستوى السيوله من على شاشه التداول المتواجده خلفنا هنلاقي ان هي تقريبا النهارده 696 مليون جنيه، في حين كان المتوسط دايما مليار مليار و200 وبتوصل 2 مليار، يعني نقدر نقول ايه اسباب التراجع السيوله لقرب النصف تقريبا؟ برضو لازم نحط في الاعتبار ان في كان ناس عندها مراكز مارجن كتيره وقفلت بالكامل، فده نوع من برضو جفاف المبيعات، وفي ترقب حازم من قبل المتعاملين من اللي شايف ان هو عايز يشتري يقول طب انا هستنى شويه يمكن الاسعار تنخفض عن كده، وفي اللي بي عنده اسهمه الخاصه اللي بماليته الخاصه شايف ان هو دي الاسعار دي ما يتمش بيع الاسهم عليها لان يبقى كده بيرمي اسهمه في الارض، فده اللي هو الجذب ما بين قوى العرض والطلب هو اللي تسبب في انخفاض السيوله. طيب لو حضرتك تلقينا نظره سريعه على اداء القطاعات حاليا ابرزها وايه القطاعات اللي ممكن المتعاملين يهتموا بها خلال الفتره الحاليه، خاصه ان في جزء من المتعاملين يعني بيستغل فرصه تراجع اسعار الاسهم بتكون فرصه ليه لتحقيق مكاسب حتى لو تم الانتظار سواء لمدى قريب او مدى متوسط. انا شايف ان قطاع العقارات الفتره القادمه هيبقى اداؤه اداء جيد جدا بسبب مبادره البنك المركزي لدعم الاسكان المتوسط ومحدود الدخل، وده هيخلي الاسهم المتواجده اللي بتشتغل في هذا المجال من البنى هيبتدي يعمل حركه يعني استرداد للاسعار سريعا. ولازم برضو نحط في اعتبارنا حاجه، لما بنشوف قطاع العقارات نلاقيه بيبتدي ان هو يلف بيعرف ان السوق ابتدى كمان يرتفع، واحنا النهارده بتذكر في التقرير ان قطاع العقارات هو متصدر المشهد باعلى قيم تداولات، وانا اتوقع باذن الله من الجد يبقى في نوع من الاستعاده لاسترداد الانفاس واسترداد الارتفاعات، ولكن برضو هتكون محدده بالاسهم اللي الناس اشترتها والبيع بتاعها. اما عن باقي القطاعات اللي بتحقق نتائج جيده، يعني احنا كنا شفنا ان قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه برضو من القطاعات الواعده، ولكن في تهدئه نوعا ما بعد ما في سهم الاسهم دخل في نطاق الاسهم القياديه، فلازم عليه يبقى في نوع من التريح، ولكن كل ده بيبقى في مصلحه المتعامل اللي هيدخل لاول مره او اللي معاه سيوله، وهي دايما البورصه هي تذبذب في الاسعار، والنهارده انت خسران بكره باذن الله كسبان، وان شاء الله المؤشرات تبتدي يعني تسترد عافيتها باذن الله عن قريب. طيب يعني اخيرا ايه المتوقع خلال جلسات هذا الاسبوع؟ يعني اليوم بدايه التعاملات ولان المؤشر بيستمر تحت مستوى ال 11000 نقطه، ده يمكن كان الفترات اللي فاتت دايما المؤشر بيتحرك ما بين ال 11600 11200، اول مره من فتره يعني مش قريبه نكسر مستوى ال 10000 نقطه، ايه المتوقع خلال الجلسات المقبله؟ بص طالما يعني لو المؤسسات ما عملش مراكز شرائيه جيده وتنتهز فرصه تدني الاسعار بهذه الصوره هنفضل في هذا النطاق العرض المائل للهبوط، اما اذا ضخت سيوله جيده من قبل المؤسسات الماليه المحليه في العديد من الاسهم القياديه بتعمل نوع من التفاؤل العام لدى فئات المتعاملين، وبيؤدي لارتفاع المؤشر الرئيسي ويتبعه المؤشرات الفرعيه، لان الافراد بيبقى عندهم ثقه اكبر في السوق في الفتره القادمه، وده اللي متعشمه ان شاء الله باذن الله. استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم من داخل قاعه التداول داخل البورصه المصريه تفاصيل بدايه تعاملات هذا الاسبوع ونظره تحليليه على اداء المؤشرات. بنشكركم في النهاية على طيب المتابعة وعودة إليك رغدة مرة أخرى.